مثل ما بنعرف كثير مشاريع صغيرة اعتمدتها السيدات السوريات كانت تعتمد على صناعة الحلويات بالمنزل، وطبعا من خلال تحويلها لمشروع صغير تستفيد منه السيدة وبتشارك بكثير معارض وبازارات أو بيكون عندها صفحة خاصة فيها. اليوم رح نتعرف أكثر عن أحد السيدات رنا بركات ومشروعها. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير رنا، واهلا وسهلا فيك. هلا هذيك المره كان عندنا هيك مونه باخر فقره، كان ناقصنا خبز، اليوم ناقصنا فنجان قهوه مع هي. خلينا نحكي عن هذا المشروع اكثر، وامتى بلشتي فيه؟ يعني انا شايفه كثير شغلات مميزه، ما هو مشروع سهل. هلا مشروعي اسمه رنا سويتلاند، بلشت فيه تقريبا من سنتين. هو بيشمل كل شيء بخص المناسبات، من اعراس، اعياد ميلاد، حفلات تخرج، يعني لكل مناسبه في الى موديلاتها الخاصه. تمام. بلش هيك نستعرض الموديلات ونحكي. هي اول شيء شو هي؟ لوزينه هي ولا لا؟ هي ايس بوبس اسمها، محشيه، هي مثل كيك يعني، وفي فيها تكون معجونه بشوكولا باي شيء. عملوا لك اياها. تمام. فيعني وهيك لها موديلها الخاص، وهيك يعني في كذا قطعه. هلا هذا صار دارج هذا الشكل، يعني احنا عم نشوفه اليوم، فينا نقول هذا اخر ترند بتصميم الحلويات يعني. تمام. هيك يعني كل شيء بخص السكر والديزاينات، يعني كل مناسبه لها ديزاينها الخاص، لها شغلاتها الخاصه. تمام. يعني انت بلشتي من اي مات، من اي سنه؟ فينا هلا بلشت من انت وصغيره. هلا انا بحب كثير شغلات الهاند ميد، يعني كل شيء بخص الهاند ميد بحبه، بس الحلويات وهيك قصص بلشتها من سنتين. من قبل كنت اشتغل بالاكسسوار وهيك شغلات، بعدين بلشت بكل شيء حلويات، وبحب يعني كل شيء بيتشكل بالسكر وهيك، بحس انه بحب الهاند ميد كثير. هي خاصه فينا بقى. اي تمام. هي قلنا هي عم مصممتها، هي مصممتها خصوصا للوجو الاخباري. طيب هي اذا بدنا نحتفظ فيها شو بنعمل؟ لازم تعملي لنا مشان تصير علامه فارقه لنضيف فيها كل الضيوف. خلص تمام. خلينا نحكي كمان عن فكرة مهمة اليوم. صناعة الحلويات صار في كتير مجال منافسة اليوم، وخصوصا صناعة الحلويات اليدوية. خلينا نحكي عن هذا الشيء، وكيف حاولتي تعملي بصمة خاصة لك بهالوقت اللي صار كثير ناس عم تشتغل هالشيء. هلا اهم شيء انك انت تشتغلي شيء هاند ميد، يعني ما يكون قالب انت عم تشتغلي عليه. مثلا في كثير شغلات عندي انا شغل ايد، انه ما انا قالب، ما انا شيء، فهذا الشيء اللي بيميزك. يعني انت كل ما كنتي عندك شغلات شغلتيها بايدك عملتيها، فهي اللي حتميز شغلك، لانه ما رح يكون مثلك مثل غيرك، لانه كل شيء بتعرفيه هاند ميد بيكون مميز وله بصمه. رنا كمان خلينا نعذبك علي شوي. كمان انت عم تعملي كمان حلويات خاليه من السكر، هي خاصه لامراض السكري واللي ما بيقدروا ياكلوا سكر او عاملين دايت. هلا هذا الشيء بيجي حسب الطلب، يعني فينا نخفف سكر، فينا نعمل شيء مثلا بالعسل، بهيك قصص. مثلا عندي مثل اللوزينه فيني اعملها سكر خفيف، في هيك قصص يعني. فعندي هدول الانواع، انه اللوزينه ممكن انا اشتغل. تمام. هي اللوزينه هي ممكن مثلا اعملها سكر خفيف، هي معموله بالسكر الخفيف. ايه تمام. طيب البسكويت كمان عم تعمل شيء فيه سكر خفيف؟ هلا غالبا انه ممكن نخفف سكر، بس اجمالا اللي فيه عجينه سكر يعني رح يكون شوي سعرات. تمام تمام. فمشان هيك يعني ما كثير بروح على اللوزينه اكثر، اللي حابب مثلا يعمل حميه يعمل شيء على اللوزينه يعني. طبعا رنا اكيد مشروعك جدا مميز، والاميز يمكن هو بصمتك الفارقه. سمعنا كمان انه حتى في تمييز بالموضوع الاقتصادي، يعني اسعارك كيف ممكن تناسب جميع المناسبات ولا جميع العائلات. ممكن في اشخاص بدهم يعملوا بارتي صغير، ما يمكن مقدرتهم الماديه ما تكفيهم. هلا اجمالا انه مشان انت تاخذي شيء مميز اجباري بدك تحطي مواد تكون كمان ما فيكي كثير تخففي بالمواد. فهو انا بحاول انه يكون اسعاري وسط نوعا ما، يعني انه تناسب كل مناسبه، يعني مناسبه لكل الزباين. طبعا لكل الزباين انه شو ما كان وضع المادي. طيب خلينا نحكي رنا عن التسويق اليوم. التسويق وخصوصا بالمهن اليدويه واللي بيكون مشروع صغير مثل حضرتك بيعتمد على السوشيال ميديا، قد ايه ساهمت السوشيال ميديا بمساعدتك؟ وهل في شيء طريقه ثانيه عم بتسوقي فيها؟
تمام. هلا السوشيال ميديا ساعدت كثير، عندي صفحه اسمها رنا سويتلاند على الفيسبوك وعلى الانستغرام كمان رنا سويتلاند، ساعدني كثير طبعا بالانتشار السوشيال ميديا، بتعرفي يعني انت هلا بهالعصر اكيد. وكمان انه بحكم انه زوجي هو بيشتغل بكل شيء بخص الاعراس وطاولات الاعراس والمناسبات، فانا تكامل. تمام يعني هي كان مشروع عملته انه مثل شيء تكامل مع شغل جوزي، فصار كله كامل ومتكامل. نجله تحيا له يسعد صباحه. تسلم رنا. كمان سمعنا انك شاطره كثير بالكوكيز، واي حدا اليوم بده يعمل اي اكله بنساله انه شو عامل فيها بيقول لك سر المهنه، او دائما عند الشيف او صاحب الطبخه في عنده سر ما بيعطيه لحدا. اليوم انت كمان الكوكيز بتعمليه كثير طيب، ممكن تعلمي مهنتك او تعطي هذا السر لحدا غيرك؟ هلا ممكن كثير، بس اهم شيء يكون هو عنده صبر وله خلق على هذا الشغل، لانه هذا الشغل بده كثير صبر وكثير تعب. يعني انت مثلا في شغلات كثير ناعمه هي كلها مثلا شغلات خصوصي، مثلا شغل الايد مثل اليونيكورن هذا كله مثلا شغل ايد، بدك ترسمي بدك تعملي قطع، حتى بده يكون كثير له تمام هذا بشوف، فكثير بده يكون له خلق وصبر انه هو يشتغل بهذا الشيء، انه ايه اوكي ممكن يتعلم، اما غير هيك صعب الواحد اذا كان لجوج وعجول مو ممكن يعني انه طيب رنا خلينا نحكي شوي، اليوم اي شيء الواحد عم يعمله بيكون فيه له صعوبات، اكيد يعني ما حيكون كل شيء حلو مثل الاسم الحلو، بس يعني اكيد في صعوبات معينه مريتي فيها، شو هي الصعوبات وكيف قدرتي تتخطيها؟ هلا طبعا الصعوبات مثل ما كلنا بنمر فيها هي التامين مثلا الغاز هدول القصص، لانه مستلزمات وكله بتعرفي انه بدنا نعمل تازه، ما فيكي انت تعملي وتخزني عندي. صحيح. فهي المشكله انه انت دائما بدك تكوني تأمني غراضك، تحسني تأمنيهم يعني مثل الغاز مثل الكهرباء، يعني معناته انت بتعملي على الطلب. على الطلب طبعا حتى يكون كله تازه اصلا يعني، فانا بعمل كل شيء على الطلب، ما فيني اعمل كميات وخزن لانه بتعرفي بينشاف مثلا الكب كيك بينشاف الكوكيز كله اللوزينه بتقسى، فانت كله بده يكون تازه تعملي، هدول كلهم هاند ميد اللي معمولين هذا مو قالب يعني، فمشان هيك هي الميزه اللي بتكون هيك. تمام يعني عم نشوف هون كمان رسم وابداع وقصص كثير حلوه دبدي لسه ما نقول نفس الجمله يعني. ما قلنا قلبنا كله من جماله. هي الجمله دائما بسمعها انه كيف نحن ناكلهم انه عن جد مع القلب. تمام خلينا نحكي عن نقلتك بين الاكسسوار والحلويات، انت كنت تشتغلي قبل بالاكسسوار يعني هذا الشيء كمان فن. تمام هلا انا كل شيء هيك بحب الهاند ميد، كل شيء شغلات هيك شغل ايد شغلات هي بحبها، فبلشت بالاكسسوار ما لقيت حالي يعني كثير، فرحت على هذا المجال وقلت لك بصير كامل متكامل مع مشروع جوزي، فكمان هذا الشيء انه شجعني اكثر اني اشتغله وحبيت وقت بلشت شوي يعني، اول شيء لقيت صعوبه كثير انه اعمل، بعدين شوي انت بلشي تطوري حالك وتبدعي. طب فكرتي تدمجي بين الاثنين باعتبار انت كنتي عم تشتغلي اكسسوار، مثلا استخدمتي باحد الحفلات اللي نظمتيها او اشتغلتي فيها دمج بين الحلويات والاكسسوارات بشيء معين؟ هلا ممكن مثلا هلا انا بشتغل اكسسوار بالايفا، ورق الايفا كنت اشتغله، ففيني مثلا اعمل الوردات اللي كنت اشتغلها مثلا ممكن اعملها زينه لطاوله لشيء يعني حلو تكمل الستايل مثلا تبع. هلا عم نشوف هون كثير تصاميم غريبه، هي العريس وهي العروس تماما، في عريس كل شيء للاعراس. تمام خلينا نشوفهم علي كمان هيك يعني، هدول خاصين بحفلات الاعراس اكثر، طنطن طيبه هيك طبعا دوقي تفضلي عن جد ليه عم تسالي ما بعرفكم يعني حاسينهم زينه لا هو انه لكل المناسبات لك هيك عندك الاعراس مثلا هدول شغلاتك الاعياد ميلاد هي للتخرج هي للتخرج طبعا في عندك يعني لكل المناسبات بحاول انه يكون شامل لكل المناسبات هي حتى بالفالنتاين بالكريسماس انه لكل المناسبات تقريبا عندي تمام يعني اليوم رنا هيك كان ختامها مسك واكيد تعذبتي كثير يمكن لوصلتي انت عملتي اسم لحالك وعملتي بصمه اكيد وهلا نحن بعد الهواء انا ما بحب هي الشغلات بس رح اجرب ذوقي واعطيني رايي اكيد لا راينا يعني اكيد حلو ولكن اكيد اليوم يعني خلينا هيك
نعطي نصيحة اليوم لكل سيدة عندها مشروع صغير بدها تبدأ فيه، قد اليوم مهم إنه هي تملي وقتها تكون سيدة عاملة بحياتها، عم تصنع شيء، عم تصنع اسم وبصمة لإلها، وبنفس الوقت عم تحقق دخل كمان دخل مادي لإلها. أهم نصيحة ممكن توجهها لكل سيدة أو صبية بدها تبدأ بمشروع؟ هلا أول شيء تآمن إنه هي عندها القدرة إنه هي تعمل شيء، ويكون عندها الصبر إنه هي مو من أول مرة لح تنجح، يعني هي كانت تجرب كذا مرة بس أكيد آخر شيء هي اللي حتنجح واللي حتقدر تأمن دخل تاني مثلا لعيلتها تحسن تساعد فيه. وأهم شيء تآمن بحالها، برجع بقول أكيد أكيد يعني نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله مو بس مثل ما شايفين هلأ هذه هي البصمة، لا تزيد أكثر وتكبر أكثر وأكثر. شكرا لك لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك رنا، نورتي صباحنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم.